أهلا وسهلا بكم في الجلسة الحوارية حول الشراكة القطاعية للاستجابة لجرائم العنف الأسري والجرائم الجنسية. مداخلتي واجتماعنا بشكل عام ما راح يكون بس حتى نعرض لمشاكلنا ونحكي عن همومنا، راح نحكي عن إنجازات قامت فيها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. It is important to talk about gender-based violence because it's even on the other side of the border. There is a war ongoing. We have to care about what is going on here in our country, and we have to care about the violence that is being committed against the women here. وهلا رح ننتقل على العمل ضمن المجموعات. المجموعة الأولى فإذا هي قوى الأمن الداخلي في الوقاية والاستجابة، المجموعة الثانية الجمعيات الشرطة والمجتمع، والمجموعة الثالثة الإعلام ودور الإعلام في مكافحة الجرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي. 1745 عم يلعبوا دور كثير كبير، ليه؟ لأنه هو بغرفة عمليات المديرية المركزي، يعني هي عندها صلاحية على كل الأوبريشن رومز، غرف العمليات بكل المناطق، فبيتصلوا اتصال مباشر وتدخل مباشر بدون إذن بدون كذا، هي تعتبر من ضمن حالة الجريمة المشهودة لدى الاتصال. في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة بتصرفها، بلس في خدمة بلل اللي هي سرية بنحافظ فيها على سرية المرسل، إذا بده عنده الشواء إنه يحط بمتن الرسالة هويته مين بتوصل معه، أو إذا ما حاب يضل أنونيم في يبعثها، ونحن ما بنعرف نبعثها ونتعامل معها كشكل. يعني أنا لحتى أكون عم بعرف فعلياً وين صار موضوعي إذا مقدمة دعوة أو لا، أنا بدي أكون عم واكب وأنا بدي أكون عندي التوعية والوعي مسار القانوني مثل ما قال. كثير مهم أنا عارفة إنه بمحل محل تقدمت على هيدي الخطوة في هالتشعبين، قانونياً عندي التوعية القانونية اللازمة. بضوي إنه صار معها جريمة ليكو هيدي ظاهرة أو هيدي الموضوع يا حرام صار معها مشكلة، أوكي؟ إنه كل واحد هو بوتنشل فيكتيم، ما بتعرف إمتى بيجي دورك تكون ضحية. كل حدا من خلال خلفيته، من خلال تجربته على الأرض، حط الانبوت تبعه وحط تجربته خبراته، وطلعنا بهود التوصيات المشتركة يلي رح نخبر عنه بعد شوي. قوى الأمن الداخلي هن وحدة من أربع عناصر مهمين بيلعبوا دور بالوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف ضد النساء. في عنا قوى الأمن، في عنا المستفيدين والمستفيدات، عنا الجمعيات والمجتمع المحلي، وعنا القضاء. أن نكون استباقيين ونسعى إلى التشبيك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذا يدخل في صلب عمل الشرطة المجتمعية، تتجلى في التشبيك مع المجتمع والعمل معه كي نصل إلى مجتمع أكثر أمان. التحديات الأساسية في عدم قدرة المنظمة التكلم باسم الضحية. ببعض الحالات الضحية عم تتردد مش لفقد الثقة بالأجهزة الأمنية أو حتى تروح على NGOs تبلغ، لكن لأنه في ثقافة اجتماعية معينة تحرم عليها، تعتبرها من نوع من التابويات أنه تتشكى بحالة صار معها أي شيء من هون. آلية التنسيق بين الجمعيات وقوى الأمن، هيدا قلنا محور أساسي وإشكالية أساسية. How can we make this a bit more institutional and clear where to find them services not only in Beirut but also all over the country. شو ناطرنا نحن بعد؟ هلأ من بعد عملنا هالورشة، كل شيء بيطلع من هالندوة أو من غيرها من الندوات بتم توثيقه وبنرفع عبر قيادة المعهد، ومع توصياتنا يرفع إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حتى ناخد الموافقة المبدئية على هالتوصيات اللي وضعناها نحن. معا يمكننا أن نخلق مجتمعا أكثر أمانا وإنصافا للجميع.